وسهلا بكم احبتنا المشاهدين بحلقه جديده من برنامج رقم ايجابي. احبتنا اليوم ضيوفنا من احدى محافظات جنوب العراق، قادمين من محافظه السماوه. ضيوفنا على الرغم من تاريخ تاسيس فريقهم تاريخ حديث، ولكن اللي لفت انتباهي انه هم صار لهم تقريبا سنه أو أقل السنة تأسس هذا الفريق، ولكن قدموا نشاطات جميلة جدا ذات طابع إنساني لطيف وملفت للانتباه، على الرغم من بعض الملاحظات، مو انتقاد أبدا، مو انتقاد، ولكن هي ملاحظات استفهامية راح نتحدث عنها، عن هذا الفريق وعن الفرق المشابهة من ناحية التأسيس ومن ناحية الأعمال اللي تقدمها للمجتمع العراقي. اليوم ضيوفنا من فريق الصحة الإنساني حسين السعيدي، رئيس فريق الصحة الإنساني، أهلا وسهلا بك، حياك الله، أهلا وسهلا بك. والأستاذ علاء البهادلي، رئيس الهيئة الإدارية للفريق، أهلا وسهلا بك أستاذ علاء. أهلا وسهلا بكم. شلون السماوة؟ الحمد لله من كل قلبكم يعني؟ لا إن شاء الله لا، طيبة بهلها السماوة. أكيد طيبة بهلها، بس تعاني هواية. أكيد مو أكيد ظروف. شنو أبرز المشاكل اللي تعاني منها محافظة السماوة؟ مشاكل من نتيجة المشاكل الصحية. شنو أبرز المشاكل اللي أنتم لاحظتوها كفريق تطوعي؟ كفريق تطوعي أول شيء عندنا كمثل مشاكل الصحية، بما أنه إحنا فريق صحة إنساني. نعم. مثلًا عدم وجود مراكز علاج مرضى السرطان، حقيقة ماكو. نعم. مثل مراكز غسل الكلى قليلة، معدومة يعني، حتى اللي مريض اللي يجي يحتاج وقت حقيقة يعني. نعم. على مود فيلجأ يروح المحافظات القريبة يروح يعالج بها. نعم. رداءة يعني بعض المراكز الصحية حقيقة ما وجود يعني مشاكل بس بالجانب الصحي؟ حقيقة كجانب صحي زين. نرجع كجانب الثاني، مثلا خدمات معدومة بالمحافظة. معدومة لو قليلة؟ لا معدومة، مو معدومة يعني، معدومة أصلاً. معدومة حاليا اكو بادرة خير. نعم. بوجود يعني هذا محافظ المثنى يعني اكو بادرة خير، جاي نشوف اكو حركة، اكو شوية، اكو مجال. قبل لا حقيقة، بس هسه نعم. زين استاذ حسين، توافق استاذ علاء لو اكو اضافات؟ اكو اضافات انت ملاحظها يعني. طبعا احنا السماوة تعاني بالجانب الصحي، للعلم يعني احنا حتى ما نبخس حق الناس، اولا المحافظه مقبله على محافظ جديد استلم زمام الامور قريبا، ايضا استلم مدير عام الصحه، استلم زمام امور جديد. فمدير المحافظ بطبيعته من استلم غير هواي امور اداريه، من ضمنهم مدير عام الصحه. مدير عام الصحه اللي اجى جديد يعني حاليا بدا تغييرات، بس حجم المعاناه كبيره بالمحافظه، سببها احنا هم ما نلوم محافظه المثنى ومجلس المحافظه، نلوم الحكومه المركزيه بها هواي امور. كل مدينه تعاني من مشاكل. أيوة. تحتاج الى فرق تطوعي. تحتاج ايضا. عندنا بالجانب الثقافي ها. يعني قبل ايام صار عندنا مهرجان. قبل لا نتحدث بهاي التفصيله، يا هو اللي نحتاج ان نهتم به اكثر هسه بمدينه محافظه السماوه، الجوانب الانسانيه ولا الجوانب الثقافيه؟ لا، الانسانيه والصحيه. الإنسانية والصحية تحتاج إلى رعاية أكثر من جانب الثقافي. رعاية ومن يبقى جانب الثقافي شيء تكميلي يعني. تكميلي يعني يضيف يضيف وجه المحافظة يعني راح يستقطب طاقات يعني. هذا المهرجان أيام أوروك ثلاثة أيام اللي شاركنا به إحنا، يعني جتنا وجوه من محافظة بغداد، من وزارة الثقافة، أيضا وزير الثقافة وصل للمحافظة. فالناس اللي موجودة على القائمة على هذا المهرجان. نعم. قدموا اقتراحاتهم للسيد وزير الثقافة، عرضها على رئاسة الوزراء، أيضا ناشدناهم يعني أثناء المهرجان قطعة الكهرباء لمدة ثلاث مرات أو أربع مرات، بحضور مسؤولين يعني. المذيع أو عريف الحفل تقدم بكلام مباشر الى الساده المسؤولين اللي حضروا، قال لهم هاي المفروض تحملونها للمسؤولين اللي ببغداد. فمرات من تجي الناس المثقفه، الطبقه المثقفه، توصل كلامها، يوصل للحكومه الاتحاديه. طيب. ايضا عندنا يعني بالنسبه للجانب البلدي، الجانب البلدي تعرف هسه استوى بحضور هذا يعني التغييرات الجديده، اجتنا عجلات جديده، اكو نوع ما يعني بالنسبه للشوارع، تبليط الشوارع يعني، بعض الخدمات. نتامل الخير بهذا العمل. احنا هم نتامل. اي نتاملنا هواي نتأمل. يعني بس ان شاء الله الفرق التطوعيه خلال هاي الاشهر
على طار فرق التطوعية هسه خلينا نسولف على الفرق التطوعية قبل أن نتحدث عن فريق الصحة الإنساني. يعني توافقون الرأي أن كل مدينة بها مشاكل وهي تحتاج إلى فرق تطوعية، لو نحتاج إلى وعي مؤسساتي حكومي لحل هذه المشاكل؟ حقيقة طبعا الدول المتطورة ما نهضت إلا بالفرق التطوعية، لأن الفرق التطوعية أنا أعتبرها شلون شيء تكميلي للحكومة اللي موجودة. زين. احنا مو كل الامور نخليها على الحكومه، ليش؟ الفرق التطوعيه راح يسرع التماس مباشر ويا المواطن من خلال حملات التوعيه، من خلال حملات. بس الفرق التطوعيه عملها عمل تكميلي، هو جاي يقول لك تكميلي مو اساسي. بما انه هو عمل تكميلي احنا لازم نهتم بالاساس. أكيد. اللي هو العمل المؤسساتي، مو احنا نهتم كافراد ولكن كحكومه نحاول ان نزيد الوعي لدى المؤسسات الحكوميه بانه احنا ما يصير نعتمد. هو هل من يعني انت تشوفه انه هي من الامور الصحيه او الصحيحه انه المحافظات او المدن تعتمد على الفرق التطوعيه بمشاكلها؟ اسمع الاجابه منك ايضا استاذ حسين، تفضل استاذ. يعني احنا ما قلنا اعتماد مباشر، قلنا الفرق التطوعيه شيء تكميلي للحكومه، بس العبء الاكثر هو على الحكومه. شو تقول استاذ حسين؟ احنا كفرق تطوعيه محافظه المثنى احنا جهاز ساند للحكومه، يعني احنا هم نتحمل جزء من المسؤوليه. شلون يعني؟ مثلا المسؤول مرات قد يكون عنده غايات، عنده مشاغل، يعني بغض النظر عن وصوله لله، احنا بامكاننا احنا نوصل بدون طوق وبدون شروط، نوصل للمواطن البسيط، نسولف ويا مرات طلباته بسيطه نقدر نوفرها. بس احنا يعني احنا دائما نركز على انه يعني الساده المسؤولين يوصلون ويفعلون مؤسساتهم، خاصة يعني مؤسساتك ومؤسسات مثل الصحة، الرعاية، التربية، هاي تحتاج نهضة مؤسساتية. معلومات إنه محافظة المثنى من أكثر المحافظات اللي بيها نسبة الفقر عالية جدا. أي صحيح. من بعد الناصرية والديوانية. لا السماوة الأولى. السماوة المحافظات. وبعدها الناصرية يمكن. لو الديوانية ما أتذكر. ما يعني هو الموضوع موضوع الفقر بهذه الثلاث محافظات. محافظات يعني نسبة الفقر بمحافظة المثنى وصل 56%. 56%. 56% يعني تجاوز النصف. وراح أذكر لك. فوق 56%. دولة طلع منهم محدودي الدخل. أكيد. 44%. وراح أذكر لك بعض النقاط يعني اللي تخص ال. مو انا اتحدث عن الـ تفضل استاذ حسين، مو عندنا قضيه اللي هي اريد اتحدث عن اعداد الفرق التطوعيه اللي موجوده بهاي المحافظه اللي بها نسبه الفقر 56%. تفضل كمل حديثك وبعدها نرجع لكم. سببها اولا ما بيها مصادر، يعني مصادر دخل، يعني مصادرها راتب اكثر موظفين، يعني نص رواتب. هذا ما بيها مصانع عملاقه، ما بيها ابار نفط. عندنا انهملت، ما بيها منافذ حدوديه، مو ما بيها عندنا منفذ. ونتامل من الدوله انه تفتح منفذ جميمه السعودي كمل. اجى من كان وزير الداخليه قاسم العرجي والرئيس اللجنه التفاوضيه كملوا اجراءاته، هسه بقى بس رئاسة الوزراء توافق عليه وينتهي ينفتح. بس لحد هذه اللحظه ما مفتوح، يعني ماكو موارد فعليا. عندنا مملحه اللي تصنع الملح والصدره للمحافظات العراق كلها. نعم. هاي المملحه يقودها مستثمر، سلموها المستثمر. عندنا معامل اسمنت اثنين هبط عملهن بوجود معملين اهليات. ايضا قلت لك انه هذا من يجي الراتب، هذا المواطن يعني شهر كامل بالدوام بالهاي يجي فلوسه، يطلع لما العتبات المقدسه يطلع خارج العراق، الجمهوريات الايرانيه، المملكه العربيه السعوديه، جمهوريه سوريا، الامارات، هاي الدول اللي ينفح عن نفسه، او يطلع المحافظات مثلا بغداد يجي بها متنزهات ومولات، ويعني فالفلوس من تجي عن طريق بدليل احنا هسه كل راس شهر تصد الفلوس اللي قاعد تجي المحافظه تلقائيا قاعد تطلع بدليل احنا كل راس شهر يعني هاي حتى اعطيك اياها، احنا كفريق تطوعي راصدين هاي الحاله، كل راس شهر يصير عندنا نقص من يجي الراتب راح تجينا سيارات مال مبالغ ماليه للمصرف، اذا الفلوس ما مداوره داخل الاسواق، خارج الاسواق وراح تجينا للسماوة. هاي واحدة من النقاط. يمكن هو الحديث عن مشاكل يعني المحافظات العراقية على وجه العموم، مو فقط مو بس المحافظات الفرات الأوسط أو الجنوب. عذرا يمكن أنا بداية حديثي قلت من جنوب العراق، أنا آسف يعني محافظات الفرات. الفرات لو الوسط أيهما صح؟ الفرات الأوسط. الفرات الأوسط. محافظات الوسط اللي هي واسط الكوت.
الكوت والحلة. الكوت والحلة، أحسنت، بارك الله بك، شكرا للمعلومة، أشكرك جدا. إيش قد عدد الفرق التطوعية اللي موجودة بمحافظة المثنى؟ كفرق تطوعية 4 بس؟ بس كفرق تطوعية. زين، والمنظمات؟ منظمات لا موجودة. إيش قد يعني تقريبا؟ يعني ما محسوبة بس يعني كعدد، يعني يجوز توصل هم 4 أو 3 تقريبا، 4 منظمات أو 3. يعني نروح المجموع ذا منظمات وفرق 10. ما يوصلون 10؟ إيه 10 كاف. من واللي عملهم أبرز بالمحافظة، الفرق والمنظمات؟ فرق. الفرق أكيد. ليش؟ أكيد قامت المقابل قام يتقبلهم، المواطن قام يتقبلهم. وليش ما يتقبلهم؟ المنظمات المجتمع المدني مع اعتذاري لهم، بس هو بعد هو واقع حال العراق هذا صار. طيب. يعني أكثر عملهم قام يعتمدون على الاختلاط أو يصير عنده دعم من بعض أعضاء السياسة وما عضو مسمح. وين المشكلة إذا صار عنده دعم سياسة؟ راح يصير ترويج إعلام بالمستقبل. وين المشكلة؟ أكثر من منظمة. يعني غاية لها. شوف أحكي لك مسألة أستاذ علاء. لا بالغاية من عنده شنو؟ لا لا. اليوم الشعب اليوم. الشعب ما يتقبل. اليوم. المواطن ما يتقبل. يقول لك دافع عن مسؤول. دافع عن هاي. أستاذ زيد اليوم أنا كفريق تطوعي من أجي أقدم فد مساعدة للمواطن الفقير ما أطلب منه مقابل. المنظمات المجتمع المدني مع الأسف مو كلها، مع الأسف مو كلها قام يطلب مقابل. وأكثر فترات تحركهم يصير فترات الانتخابات. تحركهم شو تقصد تحركهم كنشاطات يقدم؟ كنشاطات. لأن يجيهم دعم؟ أها يجيهم دعم يطلع كنشاطات ويصير كما يصير حملة إعلامية أو دعائية إعلانية للانتخابات. وين المشكلة يعني إذا صار هذا الشيء؟ المواطن ما يتقبل. المواطن ما يتقبل هذا. خاصة المواطن السماوي. يعني أنت من تحكي له باسم مسؤول سياسي مع جل احترامي لكل المسؤولين، مسؤولين محافظة المثنى اللي هم ما عندهم حول ولا قوة، يعني حتى بغداد يعني أنت شوف إحنا كان عندنا وكيل وزير الداخلية عضو مجلس نواب هسه حالياً عدنان الأسدي، ومن وراها بعد ما عندنا مسؤول مثل المحافظة أبد مسؤولين، بس الناس ما يقتنع إنه هذا ما عنده صلاحية، يقول لك هذا سياسي، هذا مشاركهم، هذا يعني حتى لو هو ما له علاقة مو دخله بالموضوع يقول لك هذا مشاركهم. شوف أكو في الطريفة الأستاذ حسين جي يذكرها، طبينا بعضها أحد الأحياء الفقيرة حقيقة. فمن جينا قلنا لهم احنا فرق تطوعيه، فما اذكر اسم المنظمه، قال بس هذا مثل المنظمه الفلانيه اللي اجت باسم فلان، يعني باسم الشخص العضو. نعم. عضو مش نواب، قالوا لنا راح نقدم لكم وراحوا. قلت لهم عمي احنا ناس فرق تطوعيه دعمنا ذاته حقيقه، يعني فاحنا اللي نقدر عليه نسوي، اللي ما يقدر عليه ما اوعدك به. زين هسه خلينا نحكي على الفريق، احنا وايد تحدثنا يعني اكيد يعني بالنهايه محافظه المثنى هي من محافظاتنا اللي نعتز بيها ونعتز بابنائها، واكيد ايش قد ما نتحدث عنها هذا واجبنا ان احنا نتحدث عنها، ولكن احنا اليوم نريد نتحدث عن فريق الصحه الانسان. يا سنه يعني هو يا شهر لو يا سنه يا هما اصح، لان قلتوا لي انه احنا حديثي التاسيس. حديثي التاسيس احنا خلينا نقول نذكر سنه بدون تعد، يعني احنا سنه 2019 تم تأسيس الفريق. بس بس قبل هاي السنة هو بالضبط أنا إيش قد عدد أعضاء الفريق حالياً؟ حالياً 30 عضو. ذول 30 عضو مشتغلين في فرق تطوعية بمنظمات مجتمع مدني سابقاً؟ موجودين. يعني حسين الأستاذ حسين سعيد هم كان يشتغل بمنظمات، اشتغلت بمنظمات، اشتغلت وزارة الشباب والرياضة. نعم. من الفرق التطوعية اللي بالمحافظة يعني، واشتغلت ببغداد أكيد. هم اشتغلنا هم اشتغلنا بس بعدين. ليش ما استمريتوا بعملكم بهذه الفرق والتجئتوا الى فكره تاسيس فريق؟ وانا يمكن اعتقد ان انتم بالمستقبل لكم نيه تسووها منظمه. هسه انا اجاوبك على هذا السؤالك، سؤالك حلو ولطيف واكيد هواي يسالونه. حقيقه كنا نشتغل احنا منظمات وفرق تطوعيه ما تابعه للمحافظه، يعني مقرها العام مو بالمحافظه. مثلا الفرق اللي اشتغلنا بهم مثل المحافظات، مثل انتوا لحد هذه اللحظه فريقكم معني بمحافظه المثنى فقط حاليا. لهذا الشيء احنا انا والاستاذ حسين جمعنا قلنا احنا ليش نكون خوب احنا ابناء المحافظه نسوي هذا الفريق باسم المحافظه، واللي موجودين كلهم ابناء المحافظه الشباب الاعضاء الفريق. استاذ حسين يا هو الافضل انه الفريق يتخصص بمدينه او محافظه معينه لو يوسع نشاطاته لعموم البلد؟ يعني احنا نيتنا ما نظل بالسماء، يعني نطلع على المحافظات، بس احنا انطلقنا من السماوه لتمثيل المحافظه. يعني هاي المحافظه المظلومه اعلاميا، يمكن انتم يعني اكثر وسائل الاعلام ما تعرف عن السماوه ذيك، يعني فاحنا نريد يعني نبدي بدايه من السماوه. انا اتفق وياك جدا من بس نفتح على المحافظات. المحافظات اللي ذكرها قليل جدا هي محافظه المثنى، يعني ذكرها قليل. احنا عندنا تعاون، احنا دائما نسمع. يعني على فكرة هي مو قضية تفضيل محافظة على محافظة أبداً، يعني احنا بالنهاية كنا ابناء هاي المحافظات ومنتمي لها
يعني قبائليا ننتمي لها وجغرافيا بلدنا النهاية هو هذا بلدنا يعني بس أقصد إنه فعل محافظة المثنى قليل ما للعلم أنا بن بغداد بس ترعرعت وعشت بهاي المحافظة أستاذ علام من أهل بغداد عشيرتي سعيدي من الناصرية أصل القبيلة بواسط يعني العراق كله أهلنا وناسنا بس إحنا انطلاقتنا كانت من المثنى أنا وأستاذ علاء فكرنا إنه إحنا نكون نقود هاي المسيرة نريد نقدم شيء الثلاثين واحد شلون نجمعوا الثلاثين واحد يعني عن طريق الصدفة نجمعوا صداقات لو دعوات صارت لو شلون نجمعوا يمكن يتكلم أستاذ علاء عن هاي الموضوع عن هذا الموضوع حقيقة بداية الفريق بس أنا وحسين أستاذ حسين سعيد. بس سوينا بعض النشاطات قد عمره الفعلي يعني كم شهر الفعلي نقول ست أشهر طيب أنا أستاذ حسين سعد اشتغلنا واحد من حقيقة خلال نشاطاتنا شنو نوع الشغل اللي اثنين يقدرون يقدموا يعني قدمنا أول شيء مثلا قدمنا أول نشاط اللي سويناه هو قدمنا كرسي مع المعاقين لأحد مرضى المعاقين ودعم سلة غذائية ومبلغ نقدي بسيط نشرناه على صفحتنا الخاصة احنا فصار الإقبال وإعلامي كان جانا إعلامي ما ننسى فضله يعني الإعلامي إذا تحبون ذكره يعني الإعلامي مخلد الموسوي مشكور أول تقرير صورنا يا وراها اتصل بيه قال لي اتصلوا بيه ناس يردون ينضمون للفريق قلت له نرحب بيهم زين سؤال أنتوا من كنتوا بس اثنين كنتوا تحت تشتغلون تحت عنوان فريق لو عمل إنساني فقط عمل إنساني فقط ماكو اسم ماكو عنوان يعني بس فقط إنه علاء وحسين ذول ناس يقدمون خدمات معينة بس ماكو عنوان للموضوع ماكو عنوان يعني حقيقة كان ينشرهم بصفحته الخاصة وينشرهم بصفحته الخاصة شو كنت تحولت عنوان أو شلون جت الفكرة إنه تتحولون لعنوان يعني من شفنا إقبال هواي شباب حبوا يتطوعون ويانا يعني ويسألون عن اسم الفريق ويعني أكيد من يقول لك أنت شنو فريق تقول له لا إحنا مو فريق فأسسنا الفريق مرة ثانية الأستاذ حسين أعطيناه اسم نعم وخلينا على فد معنى ليش اختارتوا هذا الاسم رئيس العفو فريق الصحه الانساني يعني ليش مو فريق الصحه او فريق العمل التطوعي يعني ليش الصحه يعني ليش هذا هاي المفرده ليش هذا الاسم راح يجاوبك عليه علاء لان هو صح اليوم معتمد على علاء هو لا لا لان الاسم علاء اللي اختاره ليش الصحه ليش هاي المفرده بالذات يعني فريق الصحه الانسان احنا اختاريناه لان محافظه المثنى معدومه صحيا وفقر يعني حقيقة فتحتاج دعم صحي وتحتاج دعم إنساني. حقيقة يعني أنا أختصرها بهالكلمتين فقط. زين النشاطات اللي قدمتوها أكثر شيء مثل ما يقولون هن اتجيتوا على الجانب الصحي لو على الجانب الإنساني. اثنيناتهم. بس يا هو اللي الأكثر؟ أي. تقريبا الصحي. الصحي. الصحي أكثر. بس يعني إحنا اليوم بنتحدث عن جانب صحي أولا كلمة صحة. أو الجانب الصحي يعني أكيد راح تقدم مستلزمات طبية حملات توعوية بالجانب الطبي أو الصحي هاي القضايا تحتاج إلى متخصصين أنا هسه مدى أوجه انتقاد أنا دا أطرح تساؤل أجاوبك هذا سؤالك اليوم أنا كشخص أحتاج إلى رعاية طبية أو رعاية صحية ما راح أقدر أتفاعل ويا فريقكم لأن أنتم مو متخصصين. لا. أنا أحتاج إلى متخصصين. أجاوب. سادة جيد. أسمع الإجابة من كم الاثنين. أسمع من حضرتك سأل على بعد أسأل أستاذ حسين. طبعًا إحنا فريقنا قلت لك إحنا سادة حسين قال 30 عضو. 30 دول يعني تقريبًا 15 إلى 20 كلهم موظفين دائرة الصحة المثنى. يعني أكثرتهم مختصاص. هاي واحد معلومة. شنو نوع الوظيفة؟ يعني هو الإداري بمستشفى يقدر يقدم؟ لا مو إداريين أكثرتهم ممرضين ها وهاي واحد ممتاز اثنين عندنا صيادلة نعم عندنا أطباء ممتاز من أعضاء الفريق موجودين أطباء أطباء موجودين أوكي. إذا أنا آسف لا بالعكس لا أنت سؤالك راقي أسئلتك لا بس هاي حقيقة أسئلتك حلوة وجميلة الله يسلمك حقيقة لأن هاي المسألة مطروحة يعني إحنا دائما قبل فترة تحياتنا الأستاذ علي حسان العبيدي رئيس فريق الصحة والبيئة أيضا طرحت عليه نفس السؤال وجاب نفس الجواب قال إحنا حتى إذا ما عندنا أطباء بس من نسوي حملة طبية نعتمد على أطباء نعتمد على صيادلة نعتمد على ممرضين طبعا تفضل مشكورة دار الصحة المثنى برئاسة الدكتور أحمد مطر لأن قدم لنا كل الدعم اللي يحتاجه الفريق من كل الدعم بكل زين أنا قبل لا أروح الفاصل الوقت مشى وياكم بسرعه زين قبل لا اروح الفاصل اليوم الفريق
يعني هسه تقبل بداية حديثنا قلت المحافظة تعاني من مشاكل صحية، ما عندنا مستشفيات اختصاص الأمراض معالجة الأمراض السرطانية، ولا عندنا مراكز تكفي مراكز غسل الكلى. يمكن قبل أن نبلش تصوير ذكرت أنكو أجهزة ما موجودة حتى بالمستشفيات الرئيسية. هاي الأشياء الفريق يقدر يلبيها حقيقة. احنا جاي نسعى على موضوع احنا واستاذ حسين، انا اقصد شنو نوع يعني شنو نوع الخدمات اللي تقدموها قياسا بالحجم الكبير اللي النقص الموجود يعني بالجانب او القطاع الصحي اللي موجود بالمحافظه. اللي قلت لك هسه قلت لك احنا استاذ زيد اكو بقلبك سؤال؟ لا 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 قلت لك انا استاذ زيد انه احنا مثلا عندنا مثلا وحده من نشاطات ان شاء الله المستقبليه انه نسعى نفتح مركز لعلاج مرضى السرطان بالمحافظه فوصلت مراحل متقدمه ان شاء الله. يعني على حسابكم؟ لا مو على حساب، بالدعم مع وزاره الصحه ودار الصحه المثنى. شفنا اكو تقبل من عندهم دكتور احمد مطر موجود فقال ماكو مشكله نشتغل عليه هذا. زين حقيقه. طيب يمكن احنا يعني تحدثنا عن جوانب كثيره تخص الفريق، بس اكيد اكو جوانب اخرى ايضا لازم نتحدث عنها، الجانب المالي او الدعم المالي للفريق أضف إلى هذا النشاطات اللي قدمتوها خلال هاي الفترة. ولكن أنا استأذنكم نروح إلى فاصل. أحبتنا المشاهدين فاصل، بعدها نرجع نكمل حديثنا. رجعنا لكم احبتنا المشاهدين بعد هذا الفاصل ونكمل حديثنا مع اعضاء فريق الصحه الانساني. استاذ علاء، استاذ حسين، اريد الاجابه مشتركه. الدعم المالي للفريق دعم ذاتي لو معتمدين على تمويل خارجي؟ لا، دعمنا دعم ذاتي. طيب، اعضاء الفريق عندنا اشتراكات شهريه موجوده. ايش قد الاشتراك؟ الاشتراك الشهري كل عضو يعني من اقل يعني اقل الاشتراك 10,000 دينار. هذا الزامي على كل عضو؟ هذا كل عضو كل شهر لازم الزامي. الزامي يعتبر هذا الزامي. طيب، انه كل شهر لازم اقل. هذا الزامي مع الموده يعني مو الزامي. طبعا طبعا هم والله قاعد يدفعون اكثر. هم يدفعون اكثر حقيقه. صراحة يعني الاعضاء يدفعون اكثر، بس احنا خلينا في مبلغ حقيقه نقول يعني اكو اعضاء يدخلون يعني ما يصير في الاحراجات العضو انه مثلا يجوز ما عنده فعلا. خلينا في مبلغ رمزي انه 10,000 دينار كعضو. استاذ حسين، ماكو يعني تمويل او دعم خارجي؟ لا الحمد لله ابد ما حد تبرع لكم؟ لا الحمد لله. لا تبرعات تجينا من الناس. هسه احنا بنقول دعم خارجي يعني اللي تربطوها بحزب؟ لا لا، قصدي كدعم خارجي من خارج الفريق كسياسه ما عندنا، بس مثلا اكو عندنا ناس. على فكره من اقول دعم خارجي يعني دعم من اي شخص خارج الأعضاء خارج الفريق او خارج الفريق. صحيح. احنا هاي الناس من خلال صفحه الفريق وصفحاتنا اصدقائنا، يعني تعرف انت كل شاب اليوم الشاب عنده اصدقاء اقل شيء يعني 1000 2000 فج... الله يزيدهم. عندك انا 5000 بالفيس. ها وانا ما عندي فيس يعني اسف فما اعرف هاي الارقام يعني اصورها هوايه يعني. فاكو ناس تجيني على الخاص، السلام عليكم استاذ، عندي مثلا تبرع، عندي يعني احنا طبقنا برمضان الراح طبقنا شغله الفطره. الفطره اعضاء الفريق والناس الاقرباء الفطره بدل ما يروح يدور على واحد. طيب اهو احنا نوجهها للمكان، وجهناها للمكان المناسب والحمد لله ادينا بها فد الكسوه. طبعا مناطق كامله شملها وعندنا يعني توثيق بهذا المناطق شملتها الكسوه من هاي المبالغ. ايضا تجينا ملابس من الناس، يعني يقول لك انا بدي اعطيك مثلا انا ناظر مثلا للايتام او ناظر، فانا ليش افتر وادور؟ انت تعرف هاي تشوفوها مو حلوه انه الفريق يطلب بلسانه التبرع؟ احنا ما طلبنا يعني يعني انا اخذ رايكم بس انا اللي قصدت الفريقين. اقصد يعني انت وجهه نظركم، لان اكو هوايه فرق بنشوفها انه هي تطلب التبرع. شوف استاذ يعني تشوفوها مثلا اعتيادي. انا قبل لا تجاوبون اكو بعض الاشخاص قالوا انه اي ماكو مشكله انه انا اطلبه من الناس، وين المشكله؟ انا خجل نفسي حتى اساعد الاخرين. فانتوا توافقون هذا الراي لو تشوفون لا انه انا مجرد ان اطلب من شخص التبرع هي قضيه مو لطيفه بحد ذاتها؟
شوف استاذ زيد طبعا لو على موضوع من ساعه تقول الدعم والتبرعات، اكو فرق بين الدعم والتبرعات. الدعم اللي هو مستمر. طيب ممكن اكو تجار يدعموكم مستمر. احنا حاليا ما عندنا دعم مستمر، عندكم تبرعات فقط. تبرعات حقيقه يعني مو ثابته، يعني يوم اكو يوم ماكو، شهر اكو شهر ماكو بالضبط. اي عندنا نشاطات اللي احنا نشتغل عليها، مثلا اشتغلنا مثلا عندنا مثلا السله الغذائيه اللي احنا جايين نشتغل عليها، اشتغلنا فيها برمضان ومستمره حاليا. هاي نعلنها على صفحتنا الخاصه، عندنا يا سلات غذائيه اللي يحب يساهم، طبعا الفريق اكيد هو العبء الاكثر عليه بالسلات الغذائيه، بس اكو ناس تتبرع. اثنين عندنا مثلا وزعنا مثلا كسوه العيد. حقيقه الفريق دول الاشخاص اللي تقدمون لهم هاي التبرعات يعني اسماء مسجله عندكم معده مسبقه لو تطلعون تفترون تدخلون على احياء الفقيره وتقدمون؟ لا كبدايه كنا نطب احياء فقيره بس هسه بدون ما تسجلون عناوين واسماء. من طوب الحي قبل نسجل اسماء وعناوين للمستقبل بالضبط. هسه بتجاوبنا على سؤالي، تشوفها مساله لطيفه لو مو لطيفه انه الفريق؟ اسمع الاجابه منك ايضا استاذ حسين. مساله لطيفه مو لطيفه؟ من حق الفريق ان يطلب مو من حق التششف؟ هو يشوف هو من الفريق من يطلب، يطلب باسم الفقراء حقيقه. اكو ناس بعض الفرق التطوع وبعض المنظمات حقيقه قام يسمونها الجدول الالكتروني هذه. يعني هسه انت مع انا حقيقه ضدها. بس هي شيء مشروع لو مو مشروع؟ هو مشروع اذا كان شيء صادق مش يعني. ضدها ليش؟ لان قاموا يستغلونها بغير امور. يعني جدوى انا اعتبرها جدوى الكتروني، انهم ياخذوها لهم وياخذون قسم العلم. حقيقه زين استاذ حسين شو تقول؟ نفس الكلام. يعني احنا حتى طريقه جمع التبرعات يعني مو بالموضوع اللي يعني تصوره جنابك، لا يعني الناس اعتقد هو علاء استاذ علاء يعني وافقني الراي، يعني الناس بدأت تتوجه لنا لأنه بدايتنا جديدة. إحنا كمحافظة المثنى صغيرة، فالشخص معروف يعني مثل أنا بالسوق أو بالمناطق معروف، أستاذ علاء معروف، فإحنا قيادات الفريق قيادة الفريق معروفين بالمحافظة، يعني ويانا كوادر واصلة. يعني عندنا إحنا مشرفة تربوية، إنسانة راقية، مسؤولة تقييم عمل الفريق، عندنا ناس بالذكاء اطباء. فمن يجيهم شخص او يجيهم او من خلال زيارتهم يسمعون عن عمل الفريق او يعني يعرفون انه هذا الشخص المرموق مثل استاذ علاء، استاذ حسين، يعني بقيه الاعضاء يعرفون توجهاتهم بدون ما يطلب، عفوا بدون ما يطلب او بدون ما يعرض خدماته، يعرض تبرعاته علينا. ولذلك احنا شفنا اقبال. هاي تعتمد على الثقه اللي الثقه المتبادله. قلت لك انا وصلت مرحله انه بعض التليفونات قام يخابروني انا وجماعه استاذ حسين يدري، قام يخابروني يقولوا على شنو نشاطاتك الجايه؟ على مود يساهمون ويانا. يعني هاي التبرعات شلون اوصلك؟ هي اكثر من التبرعات الداخليه؟ لا الداخليه اكثر. داخليه اي داخليه اكثر كلش الحمد لله. يعني احنا بالعيد يعني الراح حملاتكم تعتمدون على التبرع الداخلي اكثر ما تعتمدون؟ احنا بالعيد الراح ثلاث ايام العيد المفرزه صارت ثلاث ايام العيد مفرزه طبيه، هاي وحده من النشاطات، مفرزه طبيه كامله مجانيه قدمناها متنزه الزوراء العائلي بالتعاون مع دائرة الصحة المثنى. وفرت لنا متنزه الزوراء اسمه انا اعرف بالزوراء. لا لا زوراء عندنا زوراء هم حلو هم مستثمره من اهل بغداد يعني. وفرت لنا سياره اسعاف، وفرت لنا الموافقه لفتح المفرزه والكوادر الصحيه احنا جبناهم. يعني ثلاث ايام متتاليه. شنو طبيعه المفرزه يعني؟ المفرزه اولا تعرف احنا قدم علاج سو فحص. لا لا فحص السكر والضغط المجاني، تمتع على اعضاء الفريق اللي اختصاصهم صحه، فحص زمره الدم. ايضا تعرف المتنزهات بهاي الايام تصير حركه الطفل يعني عالجنا هواي امور. صارت صار حادث بالمتنزه ووجود سيارة الإسعاف وجود كوادر الصحية سيطرنا على الحالة، وكان أكو شكر وتقدير من السيد مدير عام الصحة لأنه قال يعني هذا عملكم قرب الناس. يعني الناس توقعت أنه فريق الصحة الإنساني تابع للصحة، وهو هذا مو تابع للصحة، ولكن إحنا نريد نثبت أنه الصحة موجودة ضمن المواطن. على طاري فريق على طاري هاي التسمية فريق الصحة الإنساني، هو من واللي جاب منه اللي كون يعني اختاريتوا التسمية على أساس وجود ممرضين أو معاونين أطباء بالفريق، لو لكون أنه أصلاً الأعضاء انجمعوا وشفتوا أنه العدد الأكثر هو
تعرف يعني من جاب منه الاعضاء جابوا الاسم لو الاسم جاب الاعضاء؟ لا الاعضاء جابوا الاسم حقيقه. ها الاعضاء جابوا الاسم حقيقه. ليش؟ لان الاعضاء اللي موجودين تقريبا قلت لك ما يقارب 20 عضو هم من ابناء الصحه. يعني انتوا قصرتوا كم عضو بعدين قررتوا يعني تختارون التسميه؟ تقريبا صرنا 15 عضو. وذول اغلبهم كانوا معاونين؟ 10 واحنا 5 لا. ها بالضبط. وعلى هذا الاساس اختاريتوا هاي الصحه هاي يعني إيه. استثمرت وجود الاعضاء هذول اكيد. زين في حال غياب هذول الاعضاء ممكن يتغير الاسم مستقبلا؟ لا بالعكس بازدياد يعني. بازدياد يعني احنا أنا اليوم انا بغداد خابرني شخص خابر للولد يعني اللي وياي بالصحه نعم. اللي جايين وياي بغداد خابره قال شلونك شفت الفريق اللي تنتمي اريد انتمي فقلت له شنو قال الولد بالصحه يداوم شنو شروط الانتماء شروط شرط عدم انتماء لفريق اخر حب العمل التطوعي المساعده على العمل التطوعي مساعده الفريق يعني دعم الفريق بالاعلام دعمه بلا يعني اظهار الوجه الحسن للفريق والحمد طيب. لله يعني فريقنا طيب انا قبل لا اروح نشوف هذا الفيديو يعني اللي هو بمجموعه الصور عن مجموعه نشاطات قدمتوها خلال هاي الفتره اريد اتحدث عن التعاون بينكم وبين اصحاب الاختصاص نفسهم يعني بين المؤسسه الطبيه بين الاطباء اللي موجودين بين العيادات الاهليه اكو تعاون إيه. احنا عندنا تعاون مع اطباء مختلف شنو التعاون انتم يعني تدزون لهم حالات عندنا لو استشارات فقط خل اسمع استاذ سيو اسمع من عندك عندنا احنا عندنا دبالك تخص الفريق نرسل اسم المريض للطبيب راح يكون فحصه مجاني نعم. متعاونين ويا مختبرات راح يصير نعم. المختبر فحص الفحوصات مجانيه العلاج مجاني يعني الصيدليه وايضا الممرض يعني من خلال دافعين حسابهم مستقل لا لو هم اصحاب متعاونين مشكورين يعني اصحاب المختبرات هم اللي يعني مشكورين احنا ما وصلنا للدكتور قلنا له انه احنا عمل انساني عندنا وهاي وقال لا بالعكس يكيفون يعني صراحه ثبتونا انه اكو انسانيه عند الاطباء اكو ناس من يعني مهنه انسانيه بغض النظر عن اضافه الى انه بس يبقى الطابع الاساسي لهذه المهنه هي الجانب الانساني اضافه الى انه مدير عام الصحه المثنى دكتور احمد مطار اللي تكلمت عنه حديثا الرجال داعمنا ورحب بينا ومسهل لنا هواي امور ايضا مدراء المستشفيات متعاونين مدراء مدير قسم الصحة العامة مدير قسم العمليات مدراء الأقسام بالصحة بشكل عام باختصار أستاذ علاء يعني هل هنالك أشياء عينية قدمت لكم إياها دائرة صحة المثنى يعني مثلا علاجات أشياء معينة أجهزة للفحص كعلاجات لا وأجهزة فحص لا بس يعني قلت لك إحنا حديثين يعني دعم معنوي بس دعم مو بس معنوي يعني تسهيل كل الأمور اللي نحتاجها حقيقة يعني مثلا أنا بعد كم يوم عندي نشاط شنو اللي يحتاجه من دار صحته مثلا يتوفر ها طيب انا استاذنكم بس نروح نشوف هذا الفيديو اللي مثل ما ذكرنا هو بمجموعه صور لعده نشاطات الفريق الصحه الانساني خلينا نشوف هذا الفيديو
استاذ على هاي الصور اللي شفناها ومجموعه الصور اللي شفناها تقريبا كم نشاط؟ هاي تقريبا هسه حالي دني ثلاث انشطه اربع دني. طيب شنو مثلا الانشطه؟ هاي مال ختان. شنو الانشطه؟ والله تحدث لي عن الانشطه اللي شفناها. هسه هذا حفل ختان مال الاطفال مجاني بالتعاون مع دار الصحه المثنى. طيب هاي حفله ختان وسلة وكسوة العيد قبل فترة يمكن شفناها قبل اللقطات اللي قبل هذه. نعم. زين شفت اكو من اللقطات شايلين سجلات ويسجلون اسماء، شنو هذا؟ هو هذا الجرد اللي قلت لك عليه، المنطقة اللي ينطب عليها ناخذ منها جرد. ناخذ منها مثل الحالات المرضية او مثل حالات تحتاج علاجات، فناخذ الاسم الكامل والتليفون ويصير عن طريق اتصال نتصل. بس مرات تصادفكم حالات تستثنون الاسماء المسجلة يعني اذا حالة طارئة؟ اي طبعا طبعا اكيد اكيد. هذا مرات اكو بعض الفرق تعطي اولوية. هاي هذا النشاط قبل الطلاع، هذا النشاط المفرز قبل طبعا مبادرة لاول مرة في محافظة المثنى اللي هي بيوم العيد. طبعا تعرف العيد الناس ملتهية تفرح واللي يروح للمتنزهات، هذا النشاط. هذا رحنا زرنا مستشفى الولادة، هاي الناس اللي المرضى الاطفال المرضى رحنا عايدناهم قدمنا لهم هدايا داخل المستشفى. طبعا فرحة كبيرة للأطفال، شافوا لعب يعني حتى المسؤولين بالمستشفى فرحوا بهذا بهاي بالعيد. أهم الراح. نشاط أنت تعتبروه هو أهم نشاط قدمته خلال هاي الفترة شنو؟ أي النشاطات تشوفوا أنه هو السلة الرمضانية والكسوة. السلة الرمضانية. قد عدد العوائل اللي تستفاد من هذا النوع من النشاط؟ تجاوزت 100 عائلة. 100 عائلة تجاوزت. نفسها راح تتكرر بالسنوات مستمرة. السلة الغذائية مستمرة. مستمرة على نفس العوائل؟ لا ليه، ممكن تصير متغيرات، ممكن عائلة ابنها يشتغل، ممكن عائلة ابنها يتعين، ممكن تجي اكو بعض مثل حالات تجينا عن طريق تليفون عن طريق تواصل نروح نوصلها. شنو النشاط اللي تتمنون تسووه؟ يمكن هاي المسألة منها علاقة بالفريق، يمكن هاي متعلقة بكل واحد ووجهة نظره. يعني استاذ على شنو النشاط اللي تتمنى ان يحققه فريق الصحة الإنساني؟ فريق الصحة الإنساني؟ اي كفريق بعيدا عن واقع المثنى. كفريق انا اتمنى كل العراقي يصير اجمل بلد بالعالم. كفريق يعني. كفريق اتمنى انه ينجح بمشروع انشاء مركز لعلاج مرضى السرطان. اها تسعون لهذا الموضوع ان شاء الله. هذا هسه نحكي بس خلينا نشوف وجهه نظر السيد. شنو المشروع اللي انا بالي انه يكون مشروع داعم لهذا المشروع بس بالي يعني اكو حسره بقلبي. انا متعاون ويا الناشطين اللي ببغداد والفرق التطوعيه ببغداد، ترى عندي تعاون وياهم. طيب. يعني انا قبل ايام تكرمت باخر واحد تكرمت، انا اكثر من مره يودون علي بغداد المنظمات. منظمات بغداد تعاون. توصل للمثنى؟ لا انا اجيهم يجي يعني كنشاط نشاطهم يوصل للمثنى. انا دعيتهم ووجه لهم دعوه لكافه الفرق التطوعيه ببغداد والمنظمات يوصلون للسماوه واحنا نرحب بهم نسوي مهرجان. ماكو اي فريق او اي منظمه من بغداد من المركز؟ ما عندنا ما وصلنا. وحتى اذا اكو، لان احنا قلنا يمكن اكو فرق يعني مقرها الرئيسي بغداد بس نشاطها مو بالمستوى. انا ببالي يعني ولو اجتني مناشده قبل ايام من شخص من بغداد قال لي هذا بالسماوه قريب عليك، يعني شخص رجال كبير عايش بخيمه. ببالي قطعه ارض وابنيها مجمع سكني، احنا عندنا يعني مجمعات سكنيه بنوها للايتام، هذا يكون يرفع اسم فريق الصحه والبيئه للعلم الصحه الانساني العفو. للعلم اطفالنا احنا اطفال استاذ على اطفالي كلهم ويانا بالفريق، نريد نزرع هاي البسمه بقلوبهم يكملون الطريق، لان احنا يعني نقول نكبر بهذا العمل. زين استاذ حسين بس اكو مساله يعني مثلا الاستاذ علاء قال احنا ماشيين بموضوع تاسيس مركز لعلاج مرض السرطان، وحضرتك تقول انا اتمنى انه ناسس مجمع له علاقه بالفقراء او يعني ان يكون سكن للفقراء. هاي المشاريع اللي ذكرتوها مشاريع ضخمه، احنا يعني هاي شو نسميها طموحات لهاي مشاريع فعلا انتم ماشيين بيه. احنا السرطان ماشيين بيه بالتعاون مع دار الصحه، بقت على حسب يعني دار الصحه المثنى والدعم اللي تجيها. بس السكن هذه القطعه الايوائيه والمجمع الايوائي اللي مشروعنا اللي هذا طموح؟ هذا طموح ان شاء الله، نسال الله انه يوفقنا به. زين شو الاشياء اللي تحتاجها ممكن يتحققون هيك شيء؟ مع العلم يعني هسه احنا ما نريد نرجع بالحديث عن المتبرعين، يمكن اذا يجمعون 10 متبرعين حالتهم الماديه جيده ممكن يبنون عدد جيد من المساكن. وعدونا متبرعين وعدونا على انه نوفر قطعه ونبني مراحل، يعني خلي يجوز اطفالنا يسوونه يعني واطفالنا يكملونه. المهم انت تغرس هذا الشيء، تقول هذا
هاي القطعة راح تكون داري وائي للناس اللي ما عندها، الناس التعبانة خلي يطول لفد فد فد سنتين ثلاثة أربعة، المهم إحنا غرسناها يجي يوم يقول فريق الصحة الإنساني بدأ بهاي ونجح. ماشيين بتأسيس بتحويل الفريق إلى منظمة، يعني أكو شيء مشروع مستقبلا لو تعال الموضوع ما يهمكم، يعني بالنهاية تقدمون عمل إنساني سواء كان فريق أو منظمة. إحنا عندنا يعني إحنا حقيقة إن جمعنا إنه نقدم، بس باعتبار إنه المنظمة محصن قانونا أكثر نطمح أكو شيء فكرة إن شاء الله. أنا أتمنى لكم موفقين، نطمح إن شاء الله وأتمنى لكم النجاح بعملكم، واتمنى الاستقرار والازدهار والطمانينه والسكينه والصحه والامان لكل اهالي محافظه المثنى ولكل ابناء العراق. يعني ما اعرف ليش انا حسيت بالم بحديثكم يعني عن محافظه المثنى، عن المشاكل اللي تعاني من عندها، ولكن نسال الله انه هاي المشاكل ان تنحل بجهودكم وبجهود اصحاب القرار. اصحاب القرار مو باعتبار قضيه يم اصحاب القرار. اكيد اكيد اصحاب القرار هم قلت لك الاول. انا اتمنى لكم موفقيه والنجاح. الله يخليك. وتحياتي لكم وتحياتي لكل اهلنا من محافظه المثنى، نورتونا واهلا وسهلا بكم. اهلا وسهلا استاذ علاء، اهلا وسهلا بك استاذ حسين، نورتونا. اهلا وسهلا، نشكر قناه الانبار. شكرا جزيلا. وحضرتك في الانسان الراقي والله مو مدحا. تسلم. يشهد الله برنامجك، يعني جاب لنا عزيمه انه اكو قنوات فضائيه مثل قناه الانبار وحضرتك تدعمون الفرق التطوعيه. يا ريت يا ريت والله القنوات تحذو حذوكم ونوصل صوتنا لاصحاب القرار وفي دعم العمليه التطوعيه وارشادها. نقول لهم لا تدعمون الفرق التطوعيه، دعموا العالم المحتاج. اي والله توافقني الراي. لا تطل الفرق التطوعيه، اطل المحتاج. لا للمحتاج اكيد. أنا أتمنى لكم موفقية ونجاح. أشكركم وشكرا جزيلا لكم أحبتنا المشاهدين. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أستودعكم في أمان الله.